اهلا بكم في ملف اليوم معي انا ماجد الفارسي حدود قطاع غزه مع مصر تسيطر عليها الدبابات الاسرائيليه ليست عمليه مؤقته تقول تلابيب التي يصر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على بقاء قواته في محور فلادلفيا بشكل دائم بل يصر على شرعنه احتلال المحور وتضمينه في صفقه التهدئه مع حماس والا فلن يكون هناك اتفاق امر ترفضه حماس وترفضه القاهره ايضا التي حذرت بشكل متكرر من تداعيات تلك الخطوه على الاستقرار في المنطقه وعلى حياه الفلسطينيين في القطاع مصر فندت ايضا المزاعم الاسرائيليه بوجود عمليات تهريب عبر الحدود واصرت على ان عمل معبر رفح هو شان مصري فلسطيني فهل بات احتلال محور فلادلفيا العقبه الاكبر في طريق انهاء الحرب وما الاوراق التي يمكن ان تلعبها مصر لاعاده الوضع على الحدود على طبيعته نقلت هيئه البث الاسرائيليه عن ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي قوله ان ليس لدى اسرائيل النيه لترك محور فلادلفيا مؤكدا انه لا يزال امام الجيش الاسرائيلي الكثير من العمل للقيام به في المنطقه ان كان فوق الارض او تحتها وفي اجتماع للحكومه الاسرائيليه امس استعرض رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي أمام الوزراء الخطط والنشاطات التي يقوم بها الجيش في هذا المحور ويوم أمس أعلن الجيش الإسرائيلي العثور على عشرات مسارات الأنفاق تحت الأرض في محور فلادلفيا ومنها نفق يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار وقال المتحدث باسم الجيش ان القوات الاسرائيليه تواصل دراسه وتحييد النفق الذي تم العثور عليه وغيره من المسارات واسعه النطاق التي تم العثور عليها ونشر المتحدث صورتين للنفق المفترض وبداخله جنود وعربه عسكريه ومنذ اندلاع الحرب رفضت مصر مرارا أي وجود إسرائيلي في محور فلادلفيا وحذرت من تداعيات ذلك خصوصا على المستوى الإنساني لسكان قطاع غزة مصدر مصري رفيع المستوى نفى أن لا صحة لما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة وصفه بأنه هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع واضاف المصدر رفيع المستوى ان فشل اسرائيل في تحقيق انجاز في غزه يدفعها لبث ادعاءات حول وجود انفاق لتبرير استمرار عدوانها على القطاع. كما اكد ان اسرائيل لم تقدم ادله على وجود انفاق عامله على حدود القطاع وتستغل الانفاق المغلقه بغزه لبث ادعاءات مغلوطه لتحقيق اهداف سياسيه. خلال حرب غزه عاد محور فلادلفيا بين مصر وقطاع غزه الى الواجهه فما هي الاهميه الاستراتيجيه لهذا الشريط الحدودي يبلغ طول محور فلادلفيا نحو 14 كيلومترا من ساحل البحر المتوسط حتى معبر كرم ابو سالم جنوبي القطاع بينما عرضه بضعه مئات من الامتار أنشئ عليه معبر رفح الحيوي الذي يمثل المنفذ الرئيسي لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي ظهرت المنطقة العازلة محور فلادلفيا والتي تعرف فلسطينيا باسم محور صلاح الدين إثر معاهدة كام ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 في سبتمبر عام 2005 تم توقيع اتفاق فلادلفيا بين إسرائيل ومصر الذي تعتبره تل أبيب ملحقا أمنيا لمعاهدة كام ديفيد وتقول أنه محكوم بمبادئها العامة وأحكامها وانسحبت إسرائيل من محور فلادلفيا بالكامل مع تنفيذ خطة فك الارتباط الأحادي عن قطاع غزة عام 2005 وتم بناء منظومة أمنية للمحور تعتمد على تعاون بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية قبل سيطرة حماس على قطاع غزة قبل العام 2007 وخضوع المحور عمليا من الجانب الفلسطيني لهيمنه الحركه. في مايو المنصرم اعلن الجيش الاسرائيلي سيطرته العملياتيه على المحور باكمله، معتبرا انه شل بذلك جزءا اساسيا في جهود حماس لتعزيز قدراتها وترسانتها، وقوبل هذا التطور بتحضير او تحذير صارم من مصر من عواقب العمليات العسكريه الاسرائيليه في محور فلادلفيا وتمسك اسرائيل بالسيطره عليه واوضحت مصر انها اغلقت تماما جميع الانفاق على جانبها من الحدود نافيه ادعاءات اسرائيل بوجود انفاق عامله بين مصر وغزه ارحب بضيفي من القاهره مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه سيد خالد عكاشه ومن القدس المستشار السابق في وزاره الدفاع الاسرائيليه سيد الون افيتار اهلا بضيوفي ونبدا في مساله النقاش هذه المتقدمه أه سيد خالد اسرائيل تقول انها عثرت على انفاق وهي يعني وضحت هذه الانفاق بصورتين، احدهما تقف فيها عربي عربه عسكريه لكي تقول بانها هذا النفق كبير. الجانب المصري يقول هذا كذب، هذا افتراء، لا يوجد اي شيء، ولكنها معلومات مغلوطه لتفسير احتلالها لهذا الشريط الحدودي ويعني خرقها لمعاهده كامب ديفيد ومعاهده فيلادلفيا الموقعه في 2005 ايضا، الى اين تتجه الامور؟ يعني الجانب المصري كيف يشاهد هذه الادعاءات من اسرائيل؟ مساء الخير تحياتي لحضرتك استاذ ماجد وللضيف العزيز وللساده المتابعين جميعا. يعني اعتقد ان الجميع بات اليوم على يقين تام وتاكد من ان بنيامين نتنياهو على وجه الخصوص وهو شخصيا ومعه جناحه اليميني داخل الحكومه الاسرائيليه بات يمارس خديعه كبيره من اجل الافلات من التزامات عمليه التفاوض والهدنه والخروج بصفقه كان الوسطاء يعملون عليها منذ شهور مضت. وضع عمليه العثور على الانفاق في محور فيلادلفيا اعتقد انه احد ادوات الخداع التي يمارسها بنيامين نتنياهو هو خداع تكتيكي ومصر تدرك ذلك جيدا حقيقه هذه الصور بشكل واضح ومبسط ان هذه هي بقايا انفاق موجود لها فتحات بالفعل داخل قطاع غزه لكنها مغلقه تماما منذ العام 2000 واحد عشرين من الجانب المصري عندما قام. الجيش المصري والمؤسسات المصرية بإنشاء الشريط العازل داخل الأراضي المصرية والمنطقة العازلة المؤمنة من من الجانب المصري وإنشاء شريط حدودي على درجة عالية جدا من التقنيات التكنولوجية والفنية والهندسية طيب. هذا الأمر لم يكن سراً كان موجودا أمام أعين الجانب الإسرائيلي وأمام أعين أيضا قوات المراقبة الموجودة في سيناء وفي الجانب الإسرائيلي كانت على اطلاع تام وحينها صرحت مصر بوضوح بأنها بصدد انشاء مشروع هندسي ضخم من اجل وقف أي طيب شكل من اشكال دعم النشاط الارهابي م الذي كان موجودا في سيناء في لكن لكن استاذ خالد المبررات هنا لا تكفي مع الجانب الإسرائيلي وهذا مشاهد يعني اكثر من عشر شهور من القتل والتدمير في قطاع غزه، دعني اعود معك الى شريط فيلادلفيا، هي تقول يعني هي حققت مكاسب هي يعني لا تدخل مساعدات الان الا عبرها فقط، سحبت البساط من الجانب المصري في اي عمليه ادخال مساعدات او حتى قدره على اداره هذا الملف، استطاعت ايضا ايجاد عدد كبير من الاسلحه في هذا الموقع. اليوم موقف مصر ما هو يعني بالنسبه لكل هذه التعديات موقف مصر اعتقد انه واضح تماما هي في القلب من عمليه الوساطه كانت حاضره بمستوى رفيع في محادثات روما التي كانت تجري في الاسبوع الماضي بحضور القيادات الاسرائيليه التي صرحت اكثر من مره ومنها مره كانت على وسائل الاعلام عندما تحدثت بان ما يقوله رئيس الوزراء هو نوع من انواع افشال المفاوضات. لا انا اتحدث عن ليس شريط فيلادلفيا يا سيد سيد خالد انا اتحدث عن فيلادلفيا المفاوضات تفشل لكن هذا الشريط المحاذي لمصر شريط فيلادلفيا هي أراضي فلسطينية يا أستاذ ماجد، شريط فيلادلفيا هي أراضي فلسطينية، ليست أراضي مصرية، هي أراضي داخل قطاع غزة، وأعلنت مصر أكثر من مرة بل وأعلنت الولايات المتحدة رفضها احتلال إسرائيل لأي جزء مقتطع من أراضي قطاع غزة، وهذا الاحتلال أو التواجد المؤقت واؤكد بانه مؤقت وان اسرائيل وكافه الاطراف ومنها الطرف المصري يدركون تماما بأن اسرائيل لا محاله ستنسحب من محور فيلادلفيا، هو نوع من انواع المراوغه التكتيكيه التي تحاول ان تبثها اليوم وفي هذه الفتره التي هي اثناء الحرب على غزه، فور انتهاء اسرائيل من عملياتها على قطاع غزه من دون ان تتحدث لها لا مصر ولا الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم طيب. إسرائيل على الفور لأنها تدرك تماماً بأن هذا الأمر هو أمر خداع تكتيكي من أدوات طيب. إدارة المعركة على الجانب الفلسطيني من قبل م. رئاسة الوزراء الإسرائيلية. سيد لون فيتار إسرائيل أمسكت بهذا المعبر يعني بشكل غير قانوني والإتفاق في كم ديفيد ديفيد 2005 اتفاق فيلادلفيا لا يتضمن وجود دبابات واسلحه متقدمه وهذا العدد الكبير من الجنود مع الجانب المصري، هذا خرق سياسي كبير ايضا. رغم ان اسرائيل لم تحقق يعني ولا هدف الى الان من قطاع غزه وهذا ما قاله المصريون ايضا في بياناتهم. لماذا يستمر احتلال محور فيلادلفيا؟ والى اي متى ستبقى اسرائيل فيه؟ مرحبا جميعا ولدف المصري المحترم أذني لازم نذكر المشاهدين انه يعني نحن موجودين في فتره مش عاديه السؤال على موضوع او او اشكاليه القانونيه هل في قانون او ما في قانون هاي مناسب لايام عاديه مش للحرب نحن موجودين لكن في المفترض ان يكون بتنسيق مع الجانب المصري حتى لو كان هناك طوارئ اعطيني فرصه اكمل الغد بوعدك إيه انا بقدر اقول لك بشكل رسمي وبعتمد على إيه معلومات من القياده الاسرائيليه انه كل الاجراءات والفعاليات الاسرائيليه الجو الجوهريه م. على طول محور فيلادلفيا الجانب الاسرائيلي نسق الموضوع بشكل عام مع الجانب المصري الجانب الاسرائيلي من ناحيته حفاظ على اتفاق السلام والملحق العسكري والعلاقات العسكريه الاستراتيجيه والسياسيه مع مصر لهم اهميه كبيره جدا. بس هلا لازم نكون واقعين، راح نرجع للميدان وفي الميدان مع الاسف في عشرات من الانفاق. نحن كشفنا امبارح في في خلال وسائل الاعلام احد من الانفاق كمثال كنموذج. لكن مصر إيه تقول هذه الانفاق هي مغلقه، هي فعلا لا يدري احد اذا ما كان هذه النفق الذي فيه السياره، ورأيت انت هذه الصوره، ربما يكون مفبركا يعني تم حفره منذ ايام فقط. ما الذي يدلل شكرا. على وجود هذه الانفاق؟ شكرا للملاحظه. بعد الانسحاب الاسرائيلي من هذا الموقع من هذه المنطقه بكره صباحا حماس راح تفتح النفق، ما في اي مشكله. اذا اذا نفق معين مسكر ومفتوح هذا مش مختلف، ما بياثر على القضيه العامه. النقطه المركزيه هناك هي أهمية السكر الحدود الجنوبي بين قطاع غزة لبين سيناء لبين مصر هي النقطة المركزية إذا في لزوم لإعادة الجيش الإسرائيلي كل سنة كل سنتين نحن موجودين في سيناريو آخر بس أذني هذا مش للسياسة الإسرائيلية وأكيد مش للسياسة المصرية يعني, يعني مصر, مصر تقول لإسرائيل سيدي لون لا يوجد معابر لا يوجد خال للسلاح والذخائر لماذا يعني لا يتم تصديقها في هذا وهناك لجان مشتركة إسرائيل تفعل الآن ضد كل الاتفاقات الأمنية السابقة اللجان المشتركة اللي بتشتغل بشكل سنوي دائم م. بشكل يومي بدون علاقة للحرب أو, كمان في نص الحرب اللجان المشتركة عندهم دور الدور هو سكر الحدود نقطة سكر محروف لدلفيا فوق الارض وتحت الارض والاثبات انه محور فيلادلفيا عنده او تحت المحور تحت الجدار في انفاق نحن رأينا ينبغي الاثبات الشهاده بعيوننا كل العالم راى في عيونه شو صار هناك تحت المحور والهدف المركزي هو انهيار انهيار الاحتمال لتهريب أسلحة مش بس بكرة صباحا بعد ثاني سنتين وخمس سنوات لكن سيدي لون أن العالم شاهد القصف وقتل المدنيين ما تم نشره هو عبر القوات الإسرائيلية فقط وهنا هو السؤال الأبرز سيد خالد جنرال إسرائيلي قال أننا لا نفكر في الخروج من فلادلفيا هناك عمل فوق الأرض وتحت الأرض وهذا ربما يكون تحدي صريح للجانب ليس حماس لأن هناك حرب مع حماس لكن هو تحدي للجانب المصري مصر أيضا على حدودها وما وراء حدودها بنت يعني خرسانات كبيرة جدا بارتفاع عشرة أمتار ما التخوف الحاصل الآن إذا ما استمر هذا الاحتلال لفلادلفيا على الحدود المصرية التخوف المصري ان ان تحاول اسرائيل تدمير مزيد من اشكال الحياه داخل قطاع غزه. مصر مدركه بل وعديد من القيادات العسكريه والامنيه الاسرائيليه التي شاركت في المفاوضات وهنا انا لا اذيع سرا لانه خرج في البعض من وسائل الاعلام أعمل. اعلنت عنه بعض من وسائل الاعلام الامريكيه ووجدت طريقها لوسائل اعلام عربيه ايضا انهم تحدثوا بوضوح الى الجانب المصري والى الجانب الامريكي وقالوا باننا ندرك تماما واننا قد اوصلنا رؤيتنا الى رئاسه الوزراء الاسرائيليه بانه لا لزوم لوجودنا في محور فيلادلفيا ولا يحقق شيء على الارض بعيدا عن كل هذه الصور المزيفه والمزوره بالاساس والتي لم تنطلي على احد الا على غير المتخصصين وغير المتابعين هي مجموعه من الذرائع يريد بنيامين نتنياهو ان يستخدمها كي يشرع تواجد الجيش داخل الحدود الجنوبيه لقطاع غزه ويطيل امد المعارك العسكريه بادعاء بانهم يقومون بعمليات ميدانيه على الارض وهذا غير صحيح هو كل التواجد الفلسطيني ان كان حركه حماس او المدنيين موجودين في مدينه رفح وفي خان يونس ويتم قتلهم يوميا ويتم قصفهم يوميا ويتم اعداد يعني ارتفاع فاتوره الخسائر بشكل كبير. بالمناسبه ما افشل وعطل المفاوضات ان اسرائيل تتمسك ايضا بمحور نتسريم الذي يقسم قطاع غزه نصفين، نصف جنوبي ونصف شمالي، هذا ما يحلم به بنيامين نتنياهو ان يقطع اوصال قطاع غزه باحتلاله لا جنوب سيد القطاع خالد انا وسط القطاع. هذا هذا مفهوم. انا دعني اعود الى موضوع فيلادلفيا، الجنرال والاوساط العسكريه تقول لن نخرج سيكون هناك تطهير فوق الارض وتحتها. الجانب المصري طبعا هناك اتفاقيات تمنع وجود كل هذه الدبابات والعمل مصر صنعت يعني كثير من الحواجز الانسانيه الضخمه من ماذا تتخوف اذا ما بقت اسرائيل في هذه المنطقه الحدوديه هي تتخوف من أن هذا التواجد يربك معادلة الأمن الإقليمي برمته وهذا التواجد لن يكون مقبولا لا من المصريين ولا من الفلسطينيين ولا من الولايات المتحدة الأمريكية هذا احتلال صريح وواضح لأراضي فلسطينية مرة أخرى تم تحريرها وتسليمها إلى الجانب الفلسطيني بموجب معاهدة أسلو ليست المعاهدة المصرية الإسرائيلية معاهدة أسلو هي ما نص على أن هذه الأراضي هي أراضي فلسطينية خالصة ومعاهدة أوسلو هي أيضا التي وضعت كملحق لها اتفاقيه المعابر التي يخضع لها معبر طيب. رفح والتي تنتهك اسرائيل بتحركاتها الاخيره لذلك نحن نتحدث عن اجراءات مؤقته نحن متاكدون تماما بان اسرائيل ستغادر هذه المنطقه لكنها تحاول كما اشرت ان تنهي اشكال الحياه داخل قطاع غزه هي ستغادر هذا المحور لا محاله ان لم يكن الان فهو في الاسابيع او الاشهر القادمه، لكن بنيامين نتنياهو لديه اجنده زمنيه خاصه طيب. به يريد ان يتحرك وفق هذه الاجنده ولا يريد ان ينصاع الى قرارات الشرعيه الدوليه التي تعطي للفلسطينيين وحدهم الحق في السيطره على محور صلاح الدين م. كارض فلسطينيه خالصه. طيب سيد فيتار الاسرائيليون الان بعد ما امسكوا بهذه الحدود هم رفعوا العلم الاسرائيلي على معبر حدو الحدودي وهم لا يملكون هذه الارض ونحن شاهدناه ومن ثم قالوا للجانب المصري افتحوا المعابر لكي ندخل المساعدات مصر رفضت بالطبع ورفضت تكريس هذه المساله هنا ايضا الطلب من السلطه الفلسطينيه ومن الولايات المتحده ايجاد السلطه الفلسطينيه على هذا المعبر رفضه نتنياهو وقال نريد شركه لاداره هذه المساله لماذا كل هذا الرفض يعني تكريس عدم وجود الدوله الفلسطينيه في هذه المناطق انا حبيت التاكيد شغله مهمه فضل. أو حبيت التاكيد كمان اضافه من ناحيه اسرائيليه ما في اي مبرر لانتشار او وجود وحدات الجيش الاسرائيلي على محور فيلادلفيا وفي معبر رفح، ما في اي سبب. انا بقول لك ما في اي سبب، ما في اي مبرر، ما في اي مصلحه. غير منع تهريب اسلحه. اذا ما يكون تهريب اسلحه فوق المحور وتحت المحور المحور من ناحيه اسرائيليه ما في اي مصلحه لوجود الجيش الاسرائيلي هناك. هي اكثر من مصلحه، هي سياسه واسعه استراتيجيه معروفه وواضحه. بس مين العنصر اللي بيعطي دمانات لاسرائيل انه ما يكون هناك تهريب اسلحه ابدا مصر مصر اعطت ضمانات يا استاذ لون اعطت اه اعطت مصر ضمانات بالمناسبه استاذ ماجد ليس الدمنات مصر الدمنات وحدها الولايات المتحده الامريكيه في بعض تذكر حبيبي حبيبي يعني حبيبي دقيقه لو سمحت دقيقه تفضل أكمل, اكمل اجابتك أه هو أوكي يعني يقول السيد خالد على مصر والولايات المتحده تفضل الدمنات هم بناء الولايات المتحده في احدى جولات التفاوض تعهدت بأن تقدم لمصر من كاميرات حرارية وأجهزة بي تكنولوجية بي متطورة بي من أجل رفع كفاءة الشريط وصلت المعلومة أستاذ خالد هذه للجانب الإسرائيلي دع الأستاذ ألون كومنت تفضل كانت كانت كانت, كانت دمنات كمان في السابق بس الأثبات نحن شاهدنا امبارح ررم الدمنات. المهم هو الفعاليات على الأرض <applause> مش مش الضمانات لمده طويله لخمسه او عشرة او عشرين سنه، الضمانات هم بتنفيذ عمليات مختلفه من ناحيه بنية تحتية على محواره وانتشار قوات الجيش المصري كمان في الجانب الثاني هذا اكيد، بس بناء جدار من الشرق للغرب فوق الارض وتحت الارض ووجود كمان وتجهيز كمان وسائل الكترونيه تكنيكيه هناك جديده هي كمان تنفيذ الضمانات تحقيق للارض هاي طيب. الاهميه ومش باي كلمه مع كل الاحترام لكل الكلمات النهايه نهائيا الضمانات هم لازم يكون بشكل ملموس على الارض على الميدان بعد يوم بعد انا بقدر بوعدك يوم بعد بناء الجدار الجيش الاسرائيلي راح ينسحب لتل ابيب مش مشكله بس المشكله هي استمرار تهريب الأسلحة بمبادرة حماس من يعطي دمنات أن حماس ما يهرب أسلحة الحل, الحل, الحل. سيد إعطاء الفلسطينيين دولة لكي يستطيعوا السيطرة على كل حدودهم لا. على, على على حدود 67 على وهذا ما يتحدث به موضوع السياسي عام بالضبط طيب علي انت بتحكي حبيبي على موضوع السياسي العام الموضوع هو المحور في مش الدوله الفلسطينيه صحيح الهوية. وهذا يقال بانه امر يجر امر وبالتالي اسرائيل هي لتخ... تخسر من الجانب الامني بعدم وجود دوله أه سيد خالد طيب قبل اعلان الدوله فلسطينية لازم يكون اعاده المحتوفين كله ما بعد أه طيب أستاذ خالد اليوم المواجهة يعني هي إسرائيلية أمريكية مع الجانب الإيراني والمحور التابع له وهذا أمر نراه لكن أيضا المخاوف من الحرب الشاملة قد تتطرق إلى مصر ودول أخرى عديدة مع تعنت نتنياهو هل مصر تتخوف من هذه الحرب الشاملة وهل ممكن نرى تغييرا شاملا إذا ما حدثت على عجالة يعني بعجاله شديده اعتقد مصر تتخوف من عدم استقرار في الاقليم، هي ليست متخوفه ان يجري حرب ضدها او على حدودها، هي مستعده على درجه عاليه جدا من الاستعداد ومن القدره العسكريه والامنيه التي تستطيع ان تضمن الامن وتضمن السياده على كافه اراضيها ولا تتوقع على الاطلاق ان يمس احد الاطراف الأراضي المصرية أو الحدود المصرية لكنها لم تخفي انزعاجها الشديد من أن دفع المنطقة بكاملها منها لبنان منها سوريا منها الأراضي الفلسطينية إلى أتون حرب شاملة هذا الأمر يهدد معادلة الاستقرار للإقليم برمته ومصر دولة رئيسية في هذا الإقليم وتتأثر بدون شك من هذا الانزلاق التي تحاول إسرائيل أشكرك سيد أن خالد. في اتجاهه وإيران أيضا هي الأخرى من القاهرة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة، من القدس المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون فيتار شكرا جزيلا لكما